كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن عبد الله الثاني لدى وصوله إلى قاعدة الإصخير الجوية هذا اليوم في زيارة للمملكة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. ويرافق جلالة العاهل الأردني دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء ومعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومعالي السيدة هيفاء الخريشة مستشارة جلالة الملك للسياسات والسيد رامي وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين. وفي قصر الإصخير جرت لجلالة العاهل الأردني مراسم الاستقبال الرسمية حيث عزف السلامان الملكي الأردني والملكي البحريني. السلام الملكي الأردني، السلام الملكي البحريني، سلام. قف. Thank you.
هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جلسة مباحثات مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، وذلك في قصر الصخير هذا اليوم. ورحب جلالة الملك المفدى بجلالة العاهل الأردني، وأكد على تميز العلاقات البحرينية الأردنية وامتدادها التاريخي وما تشهده من تعاون دائم على مختلف المستويات، مشيدا جلالته بالمواقف المشرفة التي تقفها دائما المملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين. وثمن جلالته الدور المهم الذي يضطلع به الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب جلالة العاهل الأردني عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا اعتزاز المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمعها بمملكة البحرين وشعبها الكريم. واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية المتميزة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزهما في كافة المجالات، كما بحث الجانبان مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وجرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا بما يحقق مصالح وتطلعات الأمة العربية. حضر جلسة المباحثات من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. ومن الجانب الأردني حضرها دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء، ومعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومعالي السيدة هيفاء الخريشة مستشارة جلالة الملك للسياسات، والسيد رامي وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين.